السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة هبة. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم شكل ديال القلب، يمكن لينا نزينو به لي لوندون، نزينو به اي حاجه ديال لي بيبي. الطريقه سهله وبسيطه، تبعوا معايا المراحل ديال التفصيل والخياطه ديال القلب. وغادي ناخذ الطرف ديال الثوب وغادي نقلبوه الوجه على الوجه بلا ما نقطعوه. غادي نطراسي الشكل اللي عندي اي شكل اللي بغيتو ديرو. بهاد الطريقه تيجي ساهل وتيجي مقاد وما تيجيش فيه الديكالاج. انا جربت هاد الطريقه صدقت ليا مزيانه. غادي ندوزو دابا غادي نشدوه بالفنايت بلا ما نقطعو التوب بلا والو. غادي ندورو بالفنايت كامل باش يجينا مقاد ويجينا شعوج. في الخياطة دابا غادي ندوز باش نخيط. انا غادي نخيط من هنايا، نخيط الدور كامله ديال القلب. غادي نخيط الدور ديال القلب كامله وغادي نخليو هاد الجهه باش مفتوحه باش نقلبوا منها، نقلبوه منها ونعمروه بلاواط. من بعد ما خيطنا عاد ندوزو باش نخيط. بعد ما خيطنا غادي ندوزو باش نقطع الزوائد. هاد الجهة مفتوحة، هاد الجهة مفتوحة غادي نخليوها شوية فيها التوب زيت باش نلقاو كيفاش نخيطوه من نقلبو. دابا غادي ندوز باش نعمرو بلاواط. غادي نعمرو بلاواط وغادي نخيطو غير باليد. اول قلب ديالنا بعد ما عمرناه دابا غادي ندوزو باش نخيطو. دابا غادي نلصقو فيه البي. انا ما عندي جوج قلوب، داكشي علاش بغيت ندير جوج قطع ديال البي. انا واحد سبق لي وخيطته.
غادي نطويو البي اللي عندنا غادي نطويو بحال هكا واحد سنتيمتر، غادي نطويو على جوج مرات. غادي نحطو هكا وغادي نخيطو غير بليت. ها هو القلب ديالنا بعد ما خيطتو تيجي على هذا الشكل. نتمنى تكون الطريقه واضحه وسهله في نفس الوقت. هذا القلب يمكن لينا نزينو به لي لوندو. انا غادي درتو في لوندو اللي سبق ليا ودرته معاكم، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. زينت بيه لوندو ديال الطفيره تيجي زوين تقدروا تزينوا باي حاجه ديال لي بيبي. تنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.